يتمكن من تسجيل هدف الامتياز. جون توشاك بطبيعة الحال يعني راض على أداء فريقه، لأن التبديل الاضطراري الآن دخول لاعب فريق الجيش الملكي اللاعب كريم بن عارف، هو الذي يحل بديل اللاعب ايوب الخالقي. بطبيعه الحال غتكون هناك تبديلات يعني تكتيكيه في موقع اللاعبين، عوده اللاعب عبد الرحيم شاكير الى كظهير ايمن، ودخول اللاعب كريم بن عارف كلاعب وسط ميدان بعد هذا الخروج اضطراري الذي اربك حسابات الفريق العسكري، حسابات المدرب رشيد الطوسي والطاقم التقني المساعد بوجود اللاعب حسين مدرب مساعدا حسن الوداني. هذه محاولة لفت فريق الجيش الملكي، محاولة ابرز محاولة للتعديل ضاعت عن طريق اللاعب سعد الغرباوي. محاولة جميلة تمريرة في العمق يعني في دار المدافعين، لم يتعامل مع اللاعب سعد الغرباوي يعني بالشكل اللازم. نتابع الإعادة والتدخل الحاسم من طرف المدرب او الحارس عقيد. ضربة زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. شاكير والابعاد من طرف لاعب الرابح، ضربه راسيه للاعب انس عزيم وف داخل منطقه الجزاء عند اللاعب بن جلون ونصير وجه لوجه لمن الغلبه يكون عند اللاعب بن جلون. يحاول التمرير والكره في نقطه ضربه مرمى، كره لمست رجل اللاعب بن جلون، وبالتالي دفاع الوداد يسيطر على الكره. ضربه مرمى لفائده فريق الوداد البيضاوي، الدقيقه 20 هدف دون مقابل لفائده الوداد البيضاوي. إذا تمكن الوداد من تسجيل الفوز في هذه المباراة يكون هو أول فوز للفريق خارج القواعد بعدما حقق يعني الفوز في مبارياته الخمسة السابقة داخل القواعد. إذا بطرف اللاعب بن جلون لكن بعيدة عند الحارس عقيد دون إشكال. عقيد بكرة طويلة في وسط الميدان جاء لعب الهجوج، لكن تدخل لاعب أنس عزيم بضربة رأسية إلى التماس لفائدة فريق الوداد البيضاوي. نصير يتقدم لتنفيذ دخول التماس، حاولت الانطلاق من طرف اللاعب رضا الهجوج يتمكن من الافلات من الرقابه الدفاعيه، تمريره جانبيه والابعاد خطيره، كره دائما لفائده فريق الوداد عند اللاعب الرابح، تمريره تاخذ ورد باكاري كوني يضيع فرصه يعني اضافه هدف ثاني بتسديده على رجل احد المدافعين، ضاعت الكره وعند اللاعب غرباوي والابعاد من طرف اللاعب نصيري للتماس. يعني أخطاء في دفاع فريق الجيش الملكي ممكن أن تكلف الفريق يعني غاليا في هذه المباراة بوجود لاعبين متحركين، مالكي فونا هناك أيضا بكاري كوني بالرابح وأيضا رضا الهجوج، كلهم لاعبون يعني بحس تهديفي مميز. لاعب إيفونا أيضا يحتل المركز الثالث في تصنيف الهدافين بأربعة أهداف، العمراني ايضا بحس تهديفي في المساندة الهجومية بثلاث اهداف. وهذه محاولة والحارس عقيد يتدخل ويمسك بالكرة، قلت كلها معطيات يعني تجعل يعني الاخطاء لدى فريق الجيش الملكي ممكن ان تكون مؤثرة في مسار هذه المباراة. بردي عند اللاعب كوني، تمرير اتجاه اللاعب مالكي فونا، وتدخل اللاعب سمير زكرومي عند اللاعب حمزه حجي، اتجاه اللاعب عبد الرحيم الشاكير، وتمريره خطيره خطير 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 ما يقوم به لاعبو دفاع فريق الجيش الملكي في هذه المباراه. يعني يلعبون بالخطر اكيد على مستوى الدفاع، هناك ضغط يعني ضغط على حامل الكره يفرض على لاعبي الفريق الجيش الملكي يعني حلول نوعا ما تكون صعبه بين الفينة والاخرى. كون عند اللاعب شاكير
زكرومي عند اللاعب يونس حمال. يونس حمال يلعب اتجاه اللاعب المدين النغمي. المدين النغمي عفوا هذا اللاعب المدين بن رحمه. عند اللاعب بن جلون. بن جلون وخطا في وسط الميدان لفائده فريق الجيش الملكي. يعلنه الحكم اليعقوبي. يعقوبي من يعني من الصدف انه يخوض خلال هذا الموسم ثالث مباراه يعني من دون جمهور. الى هذا الموسم عينا لمباراه الجيش الملكي وحسين تكادير لعبت دون جمهور، ايضا لمباراه الرجاء البيضاوي واولمبيك اسفي ايضا كانت خاض فريق الرجاء دون جمهور، وهذه مباراته الثالثه هنا لفريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي من دون جمهور. ضربه خطا لفائده فريق الوداد لفائده الجيش الملكي. البحث عن حلول عبر الضربات الثابته. صعود يعني عدد كبير من لاعبي فريق الجيش الملكي في منطقه جزاء الوداد. البحث عن ضربه راسيه، المحاوله والكره مباشره خارج خط المرمى. ضربه المرمى لفائده فريق الوداد البيضاوي. الدقيقه 25 هدف دون مقابل، هدف اللاعب محمد بن رابح لفائده الوداد البيضاوي يعطيه الامتياز في مباراة مهمة جدا للفريقين. ضربة مرمى تنفذ من طرف الحارس عقيد إلى التماس لفائدة الوداد. ورد دول كرة بعد من طرف اللاعب يونس حمال. كان هناك خطأ من طرف اللاعب هشام عوراني على اللاعب عبد السلام مجلون وسط الميدان. لفت الكرة بسرعة من طرف اللاعب بن عارف عند اللاعب سمير الزكرومي. وقف داخل منطقة الجزاء، البحث عن المحاولات والضغط. المدين النغمي عند اللاعب بن رحمة. جاء اللاعب شاكير تمريره جانبيه وضربه راس اللاعب بن جلون. مازال الكره في اللاعب والحارس عقيد يتدخل ويمسك بالكره. عليك يفونا عند اللاعب نصير يفونا وتدخل اللاعب الزكرومي. عذاري من الاخطاء، عذاري من الاخطاء يعني ممكن ان تكون مكلفه في المراحل المقبله. عند اللاعب انس عزيم. عزيم يعيد كره في اتجاه اللاعب يونس حمال. عند اللاعب كريم بن عارف اللاعب الاحتياطي البديل الذي حل في هذه المباراه بديلا للاعب ايوب الخالقي. عبد الرحيم شاكير عند اللاعب سمير الزكرومي. جاء اللاعب حمزه حجي. ريرات والبحث عن الدخول ويني ضغط على حامل الكرة. ضربة خطأ والحكم يشير إلى يعني خطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي. ضربة خطأ تنفذ لفائدة فريق الوداد البيضاوي. ياسين الكردي بالتنفيذ ويرى الكرة في اتجاه اللاعب ايفونا. وصل الكرة مباشرة عند الحارس علي القروني. كريم بن عارف وسط الميدان بن رحمة عند اللاعب حمزة حجي. جاء اللاعب عبد الرحيم شاكير. عبد الرحيم شاكير عند اللاعب عبد السلام بن جلون. بن جلون تمريرة داخل منطقة الجزاء والمحاولة، ولكن تدخل الدفاع الودادي يبعد الخطر. والكردي تمريرة تلمس رجل لاعب فريق الجيش الملكي وكرة في التماس. تماس لفائدة فريق الوداد البيضاوي. فريق الجيش الملكي في المركز الثالث عشر خلال منافسات هذا الموسم.
غوزين حققهما داخل الميدان مقابل تعادلين وفوز واحد داخل الميدان، بالمقابل خارج الميدان كانت حصيلته ثلاث تعادلات مقابل هزيمتين. ضربة خطأ لفريق فريق الجيش الملكي تنفذ بسرعة لكن بعيدة، وصلت إلى التماس لفريق فريق الوداد البيضاوي، كانت الكرة في اتجاه اللاعب الغرباوي. نصير عبد اللطيف نصير، خطأ لفريق فريق الوداد البيضاوي، يعين الحكم اليعقوبي. عند اللاعب يوسف رابح، رابح الذي كانت له تجربه احترافيه ببلغاريا، يعود لمنافسات البطوله الوطنيه. وفقة فريق الوداد البيضاوي والتماس وخطا لفائده الجيش الملكي، احتكاك بين اللاعبين اعتقد يونس حمال واللاعب مالك ايفونا. حمال ظل ساقط على ارضية الملعب، نتابعنا يعني الاحتكاك هنا. كان تعمد ولكن كان احتكاك نوعا ما قوي بين اللاعبين. سلامات للاعب يونس حمال الذي يعود لمواصلة المباراة. كرة في اتجاه اللاعب برحمات، تمريرة طويلة عند اللاعب شاكير لكن تمريرة إلى خارج الملعب. تماس نفذ كرة بسرعة، بكاريكوني بحث عن الكرات في وسط الميدان والكرة تجاوزت خط الخط الجانبي. تماس لفائدة فريق الجيش الملكي. حمزة حجي عند اللاعب الزكرومي اتجاه اللاعب يونس حمال. يونس حمال تمريرة طويلة في اتجاه اللاعب مدين نغمي، تمريرة عند اللاعب الغرباوي لكن يعني يحاول يضع الكرة عند اللاعب بن جلون لكن مباشرة خارج الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد البيضاوي. فريق الجيش الملكي مازال ما لقاش الإقامة، بحال يعني أتيحت له بعض الفرص القليلة اللي لم يتعامل معها، خاصة بعد تسجيل الهدف الأول، يعني كرة اللاعب الغرباوي التي لم يحسن استغلالها. وفي اللاعب بن جلون واللاعب هشام عمراني يسيطر ويبعد الخطر على الحارس عقيد. يعقوبي خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. تلقى في الجهة اليمنى، تمرير جانبي وضربة رأسية، لا خطأ للاعب الغرباوي على اللاعب يوسف رابح، لأنه الحكم اليعقوبي متحرك بشكل سليم. الحكم اليعقوبي داخل رقعة الملعب قريب من العمليات يسيطر على أجواء منافسة، أيضا اللاعبين يساعدون بتقديم مباراة يعني فير بلاي جميلة جدا من طرف لاعبي الجيش والوداد في هذه المباراة. تلقى اخرى لفائده فريق الجيش الملكي، ضيع على اللاعب بن عريف، دائما في التقاط الكرات وفي قطع كل الامدادات اللاعب ابراهيم النقاش، رجل مباراه الديربي في اختيارات الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا على بوابه فريق الوداد البيضاوي. عند اللاعب نصير، عبد اللطيف نصير من عند اللاعب الهجوج، الهجوج يحاول يسيطر ولكن ضاعت له الكره الى التماس لفائده فريق الجيش الملكي. انس عزيم عند اللاعب يونس حمال، يونس حمال كره طويله في وسط الميدان، ضربه راسيه للاعب كردي يبعد من طرف الشاكير مره اخرى. دائما لاعبي الوداد سباقون الى كل الكرات. عند اللاعب مسجل الهدف محمد برابح، مع كرة من طرف اللاعب شاكير في الرواق الأيمن، يحاول التقدم والبحث عن التمرير، يمر اتجاه اللاعب غرباوي، تهيئ عند اللاعب بن عريف، بن عريف يحاول يبحث، يمر في الجهة اليمنى عند اللاعب بن جلون، بن جلون محاولة المراوغة لكن الكرة أقرب
الى يعني تجاوز خط المرمى برجل اللاعب صلاح الدين سعيد. اذا ضربه زاويه لفائده فريق الجيش الملكي. الدقيقه 33 دائما تقدم الوداد بهدف دون مقابل، هدف اللاعب محمد بن رابح. الدقيقه 18 من زمن الشوط الاول. كرة وضربة رأسية، ضربة رأسية من طرف لاعب مهدي بن رحمة لكن خارج خشبات مرمى الوداد البيضاوي. النتيجة على حالها، فريق شباب الريف الحسيمي انتزع فوزا يعني مميزا خارج قواعده على حساب شباب أطلس خنيفرة الذي اكتوى بهدف في الدقيقة 90 من زمن المباراة في أولى المباريات التي أقيمت ظهر اليوم بمدينة خنيفرة. كرة في وسط الميدان، هناك لاعب ودادي سقط على أرضية الملعب والحكم يوقف اللاعب. اللاعب صلاح الدين السعيدي. صلاح الدين السعيدي زميل أمس ومنافس اليوم. بيني في احتكاك مع ربما اللاعب بالرحمة. حكم أوقف اللاعب ويستأنف اللاعب بإسقاط. كرة لفائدة فريق الجيش الملكي عند اللاعب عبد الرحيم شاكير. اللاعب القروني اشار يعني لاعبي الوداد يقفل المنافذ على تحركات الجيش الملكي اللي الان هو يدعي عليه ضغط يعني التخلف بهدف. هو الذي يخوض مبدئيا المباراة مستقبلا خارج القواعد، بمعنى انها تقام في ملعب محايد والحظوظ تبقى يعني متكافئة بين الطرفين، إضافة إلى يعني كون الملعب محايد فمن دون جمهور. وعند اللاعب الهجوج رضا الهجوج وتدخل سليم من طرف اللاعب أنس عزيم. ينتزع الكرة في اتجاه اللاعب بن جلون محاولة التمرير وتدخل الدفاع بسرعة الهجوج في اتجاه اللاعب صلاح الدين السعيدي. صلاح الدين السعيدي ضاعت الكرة والغرباوي وتدخل من طرف لاعب ابراهيم النقاش. عند اللاعب رضا الهجوج حذاري الهجوج والانطلاق والخطا ديال اللاعب كريم بن عارف. وانذار اول للاعب شاكير للاحتجاج. وانذار للاعب كريم بن عارف كان وراء يعني قطع الكره وقعت على الممر للاعب رضا الهجوج اللي كان ربما في وضعيه يعني جيدة لتهديد مرمى فريق الجيش الملكي. رحيم شاكير. أنا شاكير احتجاج طرف عميد فريق الجيش الملكي لكن احتجاج لم يتقبله الحكم. هنا كانت مطالب بوجود خطا، اعتقد كان هناك احتكاك ديال اللاعب ابراهيم نقاش مع اللاعب سعد الغرباوي. هو كان هو المنطلق ديال الهجمه الاخيره لفريق الوداد البيضاوي على اي خطا في الجهه اليمنى قريب من منطقه الجزاء ممكن ان يحمل الخطوره على فريق الجيش الملكي في التنفيذ. اللاعب الايفواري باكاري كوني في التنفيذ داخل منطقة الجزاء والإبعاد من طرف اللاعب الزكرومي بضربة رأسية وسط الميدان والحكم يعلن خطأ لإفادة فريق الجيش الملكي. الكروني في التنفيذ عند اللاعب يونس حمال جاء اللاعب سمير الزكرومي جدارين دفاعيين لاعبي الوسط وايضا لاعبي الدفاع ويعني تدخل من طرف اللاعب يوسف رابح. عند اللاعب عزيم جاء اللاعب بن عارف والى التماس مباشره، تماس لفائده فريق الوداد البيضاوي. عبد اللطيف نصير في التنفيذ. بكا
كاركوني بضربة رأسية أخذ ورد و دائما في الوسط الميدان المحاولة والنقاش من عند اللاعب هجوج روتفرا عند اللاعب بالرابح وخطأ يعلنه الحكم لفائدة اللاعب محمد بالرابح وسط الميدان دقيقة 39 من زمن الشوط الأول يوسف رابح لتنفيذ الخطأ رفض الكرة بسرعة عند اللاعب عبد اللطيف نصير عند اللاعب محمد بالرابح نصير جاء لاعب بريطة الهجوج وقطع كرة من طرف لاعب حمال والكرة في التماس لفائدة فريق الجيش الملكي أنس عزيم في تنفيذ الدخول تماس الجولة 11 كانت انطلقت يوم الخميس الماضي بمباراة المغرب التطواني والكوكب المراكشي فريق الزائر فريق المراكشي تمكن من انتزاع فوز مهم خارج قواعد وضعه مؤقتا في الصدارة انتظار انتهاء المباراة نظر في وضعية مركز الصدارة الترتيب العام المعطيات الحالية لحد الآن تعطي الصدارة لفائدة فريق الوداد البيضاوي لكن التأكيد بعد الدقيقة 90 بعد صافرة الحكم اليعقوبي الصافرة النهائية للمباراة ضربة زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي عبد الرحيم شكير في التنفيذ هذه المرة من الجهة اليمنى صعود اللاعبين والإبعاد من طرف اللاعب بالرابح بضربة رأسية وكرة ضايعة على اللاعب بن عريف وهجمة مرتدة سريعة رضا الهجوج رضا الهجوج وكريم زكرومي الهجوج محاولة ضائعة محاولة الهدف الثاني تضيع على اللاعب رضا الهجوج كان مازال عنده ميني مجال للتحرك والتقدم الاقتراب من مرمى الحارس علي القروني تسديدة جانبية تمر محادية للقائم الأيمن لمرمى الحارس علي القروني في واحد أيضا من أبرز المحاولات لإضافة هدف ثاني في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول وارتداد سريع جدا من لاعب فريق الوداد البيضاوي والأخطاء الدفاعية لحد الآن في هذا الشوط الأول مؤثرة أخطاء كثير على مستويين التمرير على مستوى الدفاع كرة ضائعة قبل لحظات اللاعب كريم بن عريف وهناك كرة أخرى ضائعة للاعب حمزة حجي تعطي امتياز الكرة لفائدة الوداد والمناورة والتمرير والبحث عن الدخول كرة أخرى عند اللاعب بالرابح نقاش نصير وكرة في التماس لفائدة فريق الوداد البيضاوي انطلاقة سريعة من طرف اللاعب رضا الهجوج خطأ لا يقول الحكم يأمر بمواصلة اللاعب لا وجود لخطأ في رأي الحكم كرة عند اللاعب يونس حمال تمريرة طويلة اتجاه اللاعب الغرباوي والخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي لاعب سعد الغرباوي ضربة خطأ جانبية مرة أخرى البحث عن وصول إلى مرمى الحارس محمد عقيد عبر الضربات الثابتة هل يكون حل ومفتاح لفريق الجيش الملكي أن عبد الرحيم شكير في تنفيذ صاحب اختصاص على مستوى الضربات الثابتة لفائدة فريق الجيش الملكي الشكير صعود أكثر من لاعب حوالي 7 لاعبين لفريق الجيش الملكي داخل منطقة جزاء الوداد شكير تمريرة لكن بعيدة بعيدة وجود أيضا خطأ أعلنه الحكم ربما كان دفع من طرف اللاعب المهدي بالرحمة وبالتالي الحكم يعلن خطأ لفائدة دفاع فريق الوداد البيضاوي في تنفيذ الحارس محمد عقيد عبد الرحيم شكير العميد اللي أيضا الآن عنده إنذار شأنه في ذلك شأن اللاعب كريم بن عريف مباراة لفائدة فريق الجيش الملكي عند اللاعب مهدي النغمي شكير عند اللاعب يونس حمال ما اتجاه اللاعب زكرومي كرة تعود بسرعة بين الفريقين تعود لفائدة فريق الجيش الملكي عند اللاعب حمال تمريرة طويلة للاعب حمال اتجاه اللاعب بن جلون تدخل بضربة رأسية من طرف اللاعب يوسف رابح ورد واللاعب نقاش في استعادة الكرة عند اللاعب صلاح الدين السعيدي ياسين الكردي في اتجاه اللاعب ابراهيم النقاش في وسط الميدان التحرك هناك منادات من طرف اللاعب نصير تلقى الكره نصير اتجاه اللاعب
مالكي بونا، لكن تدخل الدفاع العسكري فريق الشمالكي والتماس لفائدة الوداد. دقيقتين ونصف او اقل من ذلك على نهاية الوقت الاصلي للشوط الاول. تمريرة قصيرة بين اللاعبين نصير والهجوج، تمريرة جانبية وتدخل اللاعب حمال بضربة رأسية يبعد خطر. سعد الغرباوي حاول التمرير، لكن دائما هناك ضغط على حامل الكرة وبسرعة يعني تفتك الكرة لفائدة لاعبي الوداد. طران لفائدة فريق الجيش الملكي في وسط الميدان، بن عريف عند اللاعب عبد الرحيم شاكير. لأن هناك ضغط يعني وانتشار جيد للاعب فريق الوداد البيضاوي في رقعة الملعب، والجيش الملكي يعاني في أدائه الهجومي كما يعاني على مستوى الدفاع. هنا مرة أخرى خطأ ماليكو إيفونا، ماليكو إيفونا يحاول السيطرة والانطلاق. أولا لا الخطأ، وماذا هناك؟ بطاقة، أي لون للبطاقة؟ هل هي صفراء أم حمراء؟ الزكرومي كان هو آخر مدافع، إذن الحكم اليعقوبي يتريث ويشير بطاقة صفراء في وجه اللاعب الزكرومي. ربما إعادة ستقرب من وضعية يعني المدافع الثاني للجيش الملكي، هل كان قريبا من تحرك اللاعب مالك إيفونا، وبالتالي الاكتفاء ببطاقة صفراء. وبطاقة صفراء يعني تضغط. هناك لاعب حمال كان قريب، بالفعل اللاعب يونس حمال كان قريبا، وبالتالي كانت فرصته ايضا لافتكاك الكره من طرف، وبالتالي القرار التحكيمي قرار سليم. اذا قرار تحكيمي سليم من طرف الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، يعني ضربه خطا ممكن ان تشكل خطوره. بكاري كوني صاحب تسديدات قويه ومركزه. محمد بن رابح ايضا يناقش الوضعية، وأكثر من لاعب يعني في مستوى التسديد وخلق يعني خطورة على مرمى الحارس علي القروني. إذن بكاري كوني صاحب هدف ولا أروع في مرمى الرجاء، يبحث عن إضافة هدف ثاني لفائدة الوداد قبل نهاية الشوط الأول. ينتهي الآن بالضبط يعني تنتهي دقائق الشوط الأول في انتظار ما سيحتسبه الحكم من وقت بدل ضائع. إذن باكاري كوني في التنفيذ أمام حائط صد، يسدد بقوة تمر محادية لمرمى الحارس علي القروني، تسديدة قوية جدا. ضاعت هذه الفرصة على فريق الوداد. عبد الرحيم الشاكير، إذن دقيقتين وقت بدل ضائع يحسبها الحكم عبد الرحيم العقوبي، اللوحة يرفعها الحكم الرابع سمير القزاز. لطيف نصير في تنفيذ دخول التماس عند اللاعب بالرابحة، رضا الهجوج تفتك من الكرة من طرف اللاعب المدي بالرحمة وسط الميدان. شاكير تمريرة في اتجاه اللاعب المدين النغمي، والإبعاد من طرف لاعب كردي إلى خارج خط المرمى. ضربة زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي، تنفذ الكرة هذه المرة ربما من طرف اللاعب المدين النغمي. فهذا الكرة قصيرة عند اللاعب بن عريف بن نغمي، تمريرة مباشرة عند لاعبي فريق الوداد البيضاوي. الهجمة المرتدة والانطلاقة السريعة من طرف اللاعب مالكي فونا، مالكي فونا والهجوج يمري الكرة عند اللاعب نصير. نصير هناك قريب منه اللاعب رضا الهجوج، لكن الكرة ضاعت له عند اللاعب زكي سمير زكرومي. أنس عزيم زكرومي، هذا اللاعب حمزة حجي وكرة طويلة في اتجاه اللاعب الغرباوي. تدخل اللاعب هشام العمراني بضربة رأسية، تبقى الكرة في حيز فريق الجيش الملكي. محاولة الانطلاق هناك في الجهة اليمنى من طرف اللاعب كريم بن عريف، لكن تدخل اللاعب هشام العمراني لإبعاد الخطر. كردي ياسيل كردي عند اللاعب بكاري كوني، القصيرة بين لاعبي فريق الجيش الملكي الوداد البيضاوي. الكردي عند اللاعب الهجوج، هناك اللاعب بكاري كوني محاولة تسديد من بعيد، لكن تسديد خارج القواعد، والحكم يعلن نهاية الشوط الأول وتقدم فريق الوداد البيضاوي بهدف دون مقابل. هدف حمل توقيع اللاعب محمد بن رابح في الدقائق 18. نتابع هنا إعادة للهدف الوحيد في الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، أودعكم على أمل لقاء بكم بعد لحظات في بداية الشوط الثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.